يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 مرحبا باسم الخنافر مزب انت الدخيلة ربعي اللي يحكي المجد عن فرسانا مرحبا ترحيب ما له خشير ولا وكيل ردت باسم الخنافر هذا عنوانها البقى ليتك تقدمت فيها من قبيل كان درجت السفينة مع ربناها البقى يا أهل المواقف مزب انت الدخيل من رجال فعلا أنا قدمت ابن عمي راع الباع الطويل كل حجة واضح للعرب برهانها هلا 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 فالمواقف يعرفون الخفيف والثقيل والبحور الهايجة هايج طوفانها قدم فعله ولا فيه شيء مستحيل ما يرانا لغاية الغايب شيطانها يا شديد شد حيلك ترى المسرى طويل كل سلعة ما أنت وش دخلك بين الرفاقة يا زميل احتزم دام الصفوف احتم ميدانها سامح الله فرصة جابتك عبر سبيل ليت عبس تصك من دونكم بيبانا
انت لا ذا الحين غادي ولا عندك دليل انفرح الجي وانا اقول ميدك عناها سامح الله فرصة قدمت مد البخيل عبس في وقت المواقف تعرف لسانها عارفين مقصدك لا تحط ولا تشيل بارك الله في خوان انت عز اخوانها انت مثلي شخص طيب وانا مالي جعل عينك ما يجي هالعمى فلوانها انتظر حتى تجي مثل عمر بن الطفيل والعرب يمكن تساعدك قدر مكانها هرجتك هذه تخصك وانا كني سهيل مرتفع